نجيلات بلديين لالا ها هما جابتهم لي مهمتي من زاكوره غادي نقدموا بهم واحد الاكله الغديوه خطيره خطيره كتجي من داك الشرفي الغزالات ديالي اللي ما عندهاش بنجال بلدي تقدر تخرج وتشري بنجال صغير هكا حيت غنخدموا به بحال هكا. يلا ندوزوا باش نشوفوا الوصفه وقولوا لي كي جاتكم واش طوب ولا فلوب. المهم الغزالات غنطيبوا اليوم الحمال الطريقه الغربيه ان شاء الله باذن الله. ولاد المريقه ديالنا درت معلقه ديال الزبده شويه ديال الثومه ونص كاس ديال زيت العود صافي. ديما ما ديروش زيت العود ديروها هي والزبده باش كتعطيكم واحد التعليكه غزاله دابا تشوفوها في الاخر. المهم هنا كندير شويه ديال اليازير شويه الملح شويه البزار وغادي ندير شويه ديال السودانيه. اليازير ديما تنضيفو انا في الاكلات ديالي ولا الزعتر لانه يعني ما كتضركش كرشك حتى الا كليتي شي مرقه من يد ما ولا شي حاجه ما تضركش كرشك. هنا غندير طريفات ديال اللحم وكنخلي اللحم كتشرب ديك المريقه الغزالات ديالي. انا راه ماشي يوميا كندير هذا اللحم وما عنديش اصلا مع اللحم فغير اليوم كان عندي الناس فهمتوا داكشي باش درت هذه الكميه هذه ونيت قلت منها نصور لكم هذا الشيء علاش. دونك انا راه طريف واحد كندير ولا جوج ما ياكل راجلي وولدي الله يجعل البركه. فهنا كما كتشوفوا تنشحر ديك الحيمه واحد المريقه هذيك المريقه راه يا سلام البنات راه بنينه بنينه ما تخيلوش ملي كتشحر ليا الحيمه وكتحمر. هنايا كنضيف اللوبيا وغادي نزين المرقه ديالي غادي نزينها بداك الدنجال كما شفتم بعد ما تغسل اكيد طبيعه الحال مغسول مزيان. حنا راه في زاكوره تنديروا هكا كنقدروا نقسموه على جوج نقدروا المهم تنخليوه بداك الشابو ديالو. من بعد كنغطيوها بالمريقه وكنخليوها كطبخ وكندخلوها للفران بين ما شربات وتحمرات وتنخرجوها باش نشوفوا النتيجه اللي هي هذه كما كتشوفوا من بعد ما تحمرات ليا كتجي غزاله. ولكن ضروري خاصكم انكم تخليوها كطبخ في البوطه تتقرب تشرب تبقى فيها واحد الكاس ديال الماء عاد تدخلوها للفران يكون سخون تحمر صافي وخرجوها منه راه كتجي. شوفوا البنجال ما شاء الله كيمعيل لك وغزاله درك ناكلوه غير هكاك بوحدو فما بغيتش نخسر هذا الشيء وقلت نخليه غنوريكم بما بغيت نحط للناس الغدا. هذا الشيء اللي كاين كنتمنى تكون عجباتكم الوصفه جربوها ان شاء الله راه كتجي واحد المرقه اللي هي لذيذه وخطيره. يلا باي باي عليكم بسلام عليكم بزاف ديال الحب.